السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات ولد المغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا واحد الشاب كان الاسم ديالو سعيد. هاد سعيد في عمره 29 عام. سعيد واحد الشاب اللي هو مزوج وعنده ولد وبنيته باقين غير صغارين. الكبير فيهم يعني الدري عنده 5 سنين والدري عنده شي عامين بحال هكاك. هاد سعيد كانوا عنده والديه، ولكن الام ديالو غتوفى هادي شحال من عام، كانت عيانه مسكينه وتوفات، بقى الاب ديالو. الاب ديال سعيد كان راجل لاباس ليه، عنده واحد المكازا وعنده واحد الديور وعنده شي عقارات. المهم السيد لاباس ليه، ماشي شي واحد هو غني بزاف، ولكن المهم عنده خيره. سعيد كان مقابل واحد المحل تجاري ديال الاب ديالو، المهم خدام فيه بما يرضي الله. ولكن سعيد راه ماشي هو الولد الوحيد ديال هذا الراجل، هذا عنده اخوه ذكور واناث اخرين، ما عليناش. ولكن سعيد كان هو اللي فاهم التجاره وخدام معاه بحكم انه هو الكبير وكيعرف الكبيره والصغيره، الاخرين كل واحد والخدمه ديالو. مزيان اراك ليا هاد الاب ديال سعيد غادي يتوفى، ملي غادي يتوفى طبيعي الحال غادي يجيو الورثه ويبغيو يقسموا هذاك الشيء. هنا طبيعي الحال قسموا داك الشيء كما قلنا، كل واحد جاه نصيبه شي حاجه. سعيد جاه نصيبه هذاك المحل التجاري، اولا بالاحرى هو اللي قال لي مودي خليه ليا، هو رجع ليهم شي حوايج اخرين اولا خلصهم شي حوايج اخرين باش يخليو لي هاد المحل التجاري، لانه هو الحاجه الوحيد اللي كيعرف يدير وخدام تما وبيه باش مزوج وبيه باش كيصرف على مراته وولادو. مزيان هنا كل واحد خد نصيبه. طويل الحال من غير المحل التجاري وهذوك الديور كانوا شي عقارات اخرين، تافقوا الورثة كاملين باش يبيعوهم وبطبيعة الحال هذوك لي أو لهذاك السيد مع شرا من عندهم، شخص واحد هو اللي شرا من عندهم وعطاهم الشيكات، عطاهم الناطير. المهم دوز لهم في حسابهم، كل واحد دوز لي حسابه في لابونك واحد القدر تاع الفلوس. المهم هو سعيد باش نخليو مع سعيد نبقاو معاه، جاتو في نصيبه تقريبا واحد 50 مليون بحال هكاك من غير هذاك المحل التجاري، هادشي غير اللي تباع وتقسم على الورثة. مزيان هنايا هاد 50 مليون ما عرف ما يدير بها سعيد، ها هو الخدمة، هو خدام عندو المحل تاع البيع والشراء، الدار ما بقاش ساكن فيها ديال الوالدين راه خرج منها لأن حتى هي من هادوك الحوايج اللي تباعو، فكر أنه ياخد شي دار يستقر فيها، أما تا المحل التجاري راه باقي خدام فيه. هنا بقى هو مراتو مرة كيمشيو عشي سمسار، مراتو كتعرف شي واحد او لا شي وحده جارتها ولا شي حاجه كتوريها شي دار ولا شي حاجه، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، لحتى واحد النهار ومشاو شافوا واحد الدار، شافها لي واحد السمسار، شاف واحد الدار والدار تبارك الله زويونه. ومهم هذاك الشيء اللي بغاه همايا طلب لهم مولاها تقريبا واحد 40 مليون. المهم متفاهموا في نهايه المطاف على 40 مليون، اتفقوا على الاساس انه نهار فلان فلاني غادي يمشي يجيب سعيد الفلوس وغادي يخلصوا عند النوطير. طابي الحال هنا سعيد بعد الصباح فاق قال لمراتو، قال لها شوف انا قبل ما نفتح المحل اليوم غنمشي نجيب لك فلوس. قالت ليك باقي الغداء، هو حتى الغداء عاد غادي يمشي عند النوطير ويتكاس مع السيد ويخلصوا. ولكن هو قال لها شوفي انا بغيت نجيب فلوس دابا تبات معايا غدا باش بلا ما نبقى نمشي لابونك وشد النوبه وما عرفت شنو، صافي بحال ما كان بغيت. قالت لي صافي سير الله يسخر، امشى مشى داك النهار كامل اخبر هو العهد بها هي مراتو انه راه مشى للبنكة ومشى فتح المحل حتى العشيه عاد غيجي للدار، ولكن هو ما جاش. هي هذيك ملي ما جاش يعني ما باتش في الدار. الغد ليه توجات عليه طبيعة الحال، مشات عند شي وحده من خوتو وخواتاتو لانهم باقيين ساكنين تما في نفس المدينه، سولاتهم طبيعة الحال هي راه عيطات ليه في التليفون وما كيجاوبش، ومشات عندو المحل ولقاتو ساد. واشنو قالوا ليها الناس جيرانو في المجازات الاخرين والمحلات التجاريه الاخرين؟ قالوا لها ودي راه سعيد ما فتحش البارح نهار كامل، نهار كامل وما يمكنش. هو قال لي غادي ناخذ فلوس من البنكه ويجي يفتح، صدق السيد ما فاتحش اصلا، عاد مشات عند خوتو وخواتاتو. للاسف الشديد خوتو وخواتاتو قالوا لها ودي راه شحال من نهار حنا ما شفناش، كيتصلوا بيه كذلك في التليفون ما كيجاوبهمش. هنا واحد من خوتو مشى معاها وبدا كيقلب عند صحابو والناس اللي كيعرفوه هنا 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 البيع والشراي، ولكن للاسف الشديد غبر للاثر تقريبا نهار كامل وهما كيسولو يبحثو والو السيد غبر.
هنا يا خوه اشنو قال ليها؟ اش قال لمرات سعيد؟ قال لها شوفي يلا يمشيو عند البوليس ونعلمهم راه الشيء هذا بان لي اشكال، لان السيد على حساب ما قلت لي انه مشى يجيب فلوس من لابونك، وقلت لي غادي يدوز الخدمه، ها هو الخدمه ما جاش ليها اصلا بتاتا، ما يمكنش شي حاجه مشت ليه. صافي من وراها مشاو مباشره عند البوليس، دخلوا عند ذاك الضابط المسؤول، قالوا لي ودي حنا بغينا ندير واحد البلاغ لفئة عائلة، لود واحد السيد سميتو سعيد راجل هاد السيدة هادي، امتى خرج، شنو كان لابس، فين مشى، فين جا، شنو الخدمة ديالو، جميع الأسئلة الضرورية في هاد الصدد هذا، وعطاتهم فوتوكوبي لاكارت ديالو، عطاتهم تصويرتو، عطاتهم جميع المعلومات المتعلقة بسعيد راجلها. صافي هنايا دابا راه يومين تقريبا غبر الأثر، النهار اللي مشى يجيب فلوس ونورمالمون مشى يخدم، وهاد النهار اللي قلبوا عليه مراتو أخوه. هنا البوليس داروا بحث لفئة عائلة وقالوا له شوفي إلا عرفنا حنا شي حاجة غنتصلوا بك، عرفت شي حاجة عليه جي علمينا. مشات رجعات بحالاتها. اليوم الموالي يعني النهار الثالث على الاختفاء ديالو، كيتلقى هاد سعيد هذا وهو جثة هامدة في جنب الغابة، يعني في جنب أو في الطرف تاع هاد المدينة هادي. لقاوه شي ناس كانوا دايزين من تمايا، غير شي ناس ولاد المنطقة تما كانوا دايزين، وبانت ليهم الجثة يتخلعو وعلموا البوليس. البوليس جاو عاينو البلاصة فين رمي الجثة، لقاو السيد هو سعيد المبحوث عليه في إطار واحد المذكرة تاع بحث، يعني دارت عليه مراتو بحث لبيت عائلة. مناش عرفوها، عرفوها من خلال البطاقة الوطنية اللي كانت في جيابو، وما عنده شي حاجة أخرى، عنده غير لاكارت ديالو وعنده تليفونه لا أقل ولا أكثر، وبسطام عادي فيه شي ورقات عاديين كيخصو هو يا مزيان. هنا من بعد ما عرفوا البوليس الهوية ديالو بطبيعة الحال غادي يعيطوا للزوجة ديالو، ولكن قبل ما نشوفوا الزوجة ديالو من غادي يجي وشنو غادي تقول والبحث اللي غادي يجرى في هاد القضية، نشوفوا بعدا هاديك البلاصة فين كان مرمي هاد السيد هذا. هاد البلاصة هادي بمثابة مسرح تاني للجريمة، راه ما فيها تش حاجة، والو خاوية ما فيها تش حاجة وتقول، يعني كيبان البوليس من خلال المعاينات الأولية أن هذاك اللي قتلو أو هادوك اللي قتلوه جابوه رماه هنايا، يعني مسرح الجريمة شي بلاصة أخرى، وباش مضروب مضروبش على راسو بواحد الأداة اللي هي رادة، مطرقة تيموما حجرة شي حاجة بحال ما هكا. هزوه دور المستودع البلدي الأموات، كيما قلنا راه عرفوه مختفي على مراتو، وجات دارت في حقه واحد مذكرة بحث، مشاو علموها، جات عيطات على خوتو وخواتاتو، جاو تعرفوا عليه في المستودع البلدي الأموات، هذا هو خونا سعيد الله ياخذ حق في هذا القتل. هنا البوليس غادي يسولو الزوج ديالو ويسولو خوتو وخواتاتو واش السعيد هذا كان قيد حياته، عنده خلاف او نزاع او مضارب مع شي واحد على ود شي ورت على ود شي نزاع، مهم علاقته بمراته كدايره، سولو الاخوه والاخوات. هنا خوتو وخواتاتو قالوا في الصراحه علاقته بمراته جي طيبه، ما عمرنا ما سمعنا بانهم غاوتين او مصادين او شي حاجه، بالعكس كانوا عزازين على بعضياتهم، يخرجوا بجوج يجيو بجوج، صارها علاقتهم مزيانة مزيان. هذه وحدة. بالنسبة للأعداء ديالو قالوا ودي الإخوة والأخوات بأن الأعداء ديالو ما عندوش، سعيد هذا الله عمرها دار إنسان متعقي والله عمرها دار، وما هو ديال البلية ما هو ديال الصداع ما هو ديال المشاكل، الله عمرها دار قابط طريقو ترونكي، بالعكس هو اللي كان معاه الوالي الله يرحمه. هنا سولوا مراتو البوليس واش انت كتشكي في خوتو يكون داروا لها الشي هذا، ربما على ود الوارت ولا شي حاجة، لا بالعكس ابدا، بالعكس هما يفضلوه عطاوه هذاك المحل التجاري، عطاوه ليه رجع ليه شي حاجه قليله وسمحوا ليه فيه وتعاونوا معاه، وكان القسمة تاع الورث داس سلسة داس مزيانه، ما فيها لا صداع لا غوات لا تش حاجه، علاقته بخوتو كانت مزيانه. ايوا ماشي خوتو وماشي مراتو، ايوا شكون اللي قتل السيد هذا؟ هنا البوليس غادي تفكروا ديك الهضره اللي قالت لهم الزوجه ديالو، لانهم قالوا لي عاودي شرح لينا كيفاش تخرج اخر مره وفين كان غادي وفين كان جاي وشنو كان باغي يدير. عاودات لهم كما عاودنا حنا في الاول بانه دراها من بعد هذاك القسم تاع الورث يبقى عنده ذاك المحل، وهو خرج من دار تاع الوالدين، يعني خاصو يشري شي دار، هو كان كاري في الاثناء هذه. صافي من وراء هذيك الفلوس اللي كانت طارت ليه في حقه شات لابونك عن طريق النوتير واحد 50 مليون، قرر اننا نشري واحد الدويره، اتفقنا مع مولاها على اساس اننا ناخذها من عنده ب 40 مليون، اتفقنا على اننا ناخذها من عنده ب 40 مليون. هو مشى هذاك النهار قال لي مع الصباح عاقله انه مشى غادي يمشي عفوا لابونك، من لابونك عاد غادي يدوز المحل
في العشية غادي يجي باش غدا قبل ما يبقى يتمحى ويمشي للابونك وشد الصف والزحام وتعطل على النوطير. هادشي اللي كاين مزيان. مشاو للابونك فعلا نيت كيلقاو من خلال الهضره اللي غادي يهضر مع المدير تاع ديك الوكاله البنكيه بان السيد سعيد فلاني رجع جوي هذيك 10 لارو بحال ماكاك التحق بالوكاله البنكيه وطلب مبلغ تاع 40 مليون. وهو كان عالمنا الصراحه راه هادي شي 3 ايام بحال ماكاك باش داز عندنا وعلمنا وقلنا ليه حنا هذا النهار هذا فاش تجي وتلقى فلوسك تسنى واحد شي ساعه ونص اولا ساعتين بحال ماكاك وخذ فلوسه وسينا لا وهاي الاوراق باش خرج فلوسه وكل شيء اللي كيفيد بان فلوسه خرجات وهو اللي سلمها شخصيا. مزيان السيد خذا 40 مليون من وراء ما خرج 40 مليون من لابون ما مشاش للمحل. يعني هنايا تكريسا او هنايا تشفر. واش هاد السيد هذا جا مع شي واحد؟ هنايا طالب البوليس بالكاميرات تاع المراقبه تاع لابون وغادي يعاودوا يرجعوا يعني هذاك لا فيديو من الاول تاع النهار كامل اللي حتى غيدخل سعيد. واش هو بوحدو اولا كاين معاه شي شخص؟ هنايا ملي غادي يرجعوا الكاميرات غادي يلقاو المفاجاه الكبيره. كاين معاه واحد الشخص جاو دخلوا بجوج بهم كيضحكوا بعضياتهم باين كانوا صحاب اولا هذاك الشخص صاحب سعيد هذا. المهم مشى سعيد توجه لهذاك الكيشي ديك مولات الكيشي او السيد اللي كاين تمايا قالت لي تسنى مشات علمات المدير المهم دوك الاجراءات راكم عارفينها. شويه من ورا واحد الساعه ولا ساعه ونص بحال ماكاك خرجت لي الفلوس وسين الاوراق اللازمه هز الفلوس وخرج عاوتاني خرج مع هذاك الشخص اللي معاه. مزيان يعني هذا الشخص هذا كان معاه ومن وراها غبر لي الاثر السيد اللي احتبان مقتول بهذه الطريقه. هذا الشخص شكون هو؟ هنايا الشخص هذا وراه لخواتات وخوت سعيد ما عرفوش قالوا لي مودي الشخص هذا ماشي من العائلة وهذا ما كان عارفوش الصراحة. هنا يوروه لمراته قالوا لي هاد السيد هذا اللي مع راجلك الله يرحمه في لابونك وروها صورته. قلت لي هذا صاحبه هذا سهيل صاحبه ما كيشاركش معاه هذا راه كيمشي عندو حتى المحل وانا شحال مرة مشيت عندو المحل ولقيتو مجمع معاه ومعمر معاه براد تاعتي تقدروا تسولوا عليه التجار. انا ما كنعرفش كيسكن بالضبط هو غير كان كيعاود ليا اللي كيقول لي ودي راه صاحبي هذا وسهيل راه مزيان وكذا كذا ولكن باش نعرف فين كيسكن واش مزوج اشنو كيدير الله اعلم. هادشي اللي كاين شافاه معاه شحال مره وهو جابو للدار شحال مره. مزيان مشاو سولوا التجار اللي حدا فين كان خدام هاد سعيد يعني المحل التجاري فين كان خدام كيعرفوا سهيل قالوا الله يودي سهيل راه صاحب سعيد كيجي عندو ديما وكذا كذا ولكن حتى هما بحالهم بحال الزوجه ديال سعيد ما كيعرفوش فين كتسكن. اللي حتى واحد تعرف عليه وقال لي هذاك سهيل انا كنعرفو فين كيسكن في البلاصه فلان فلانيه. مزيان هما اصلا هنا البوليس راه غير باش يسرعوا وتيره البحث اما هما راه مشاو في واحد الخطه بديله انهم يجبدوا الصوره ديالو انطلاقا من البطاقه الوطنيه اللي غتخرج مطابقه مع الهضره اللي قال هذا السيد هذا كيسكن في هذه البلاصه نيت في نفس المدينه. هنا ملي كيمشيو للسكنه ديال سهيل على حساب ما بين البوليس والتحريات اللي قاموا بها كيلقاو ان اصلا هاد سهيل هذا البلاصه اللي ساكن فيها كانت واحد الدار الدار فيها طابق اول طابق ثاني ولكن راه ساكن غير بوحدو ما كاين لا والديه هو اصلا ما مزوج ما والو كلشي قال في الدرب وفي هذيك الحومه بان هاد سهيل هذا كيعرفوه الناس ولكن راه زوفري ساكن غير بوحدو كيجيب شي دراري يعني رفقاء السوء يعني كل مره وشنو كل مره وشي بنت ولا شي حاجه. المهم واحد السيد عايش الحياه ديالو بالطول وبالعرض كيف ما بغى. هاد سهيل سيادنا الكرام هاد الدار هادي ماشي ديالو وانما ديال والديه كيسكنوا في الفيلاج ناس شويه مدبرين على راسهم ولكن همايا شراو هاد الدار هادي كانوا ساكنين في واحد الوقت ولكن دارت لهم في الخوا ورجعوا الفيلاج رجعوا للدوار خلاو هاد الدار غير مسدوده. هو ما بقاش عاجبه العيشه في الدوار وكمل حياته هنايا كيمشي عندهم مره مره كيقول لهم ودي انا خدام هنا 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 غير كيضحك عليهم ولكن هو مقيم صفه دائمه هنايا. الدار كيدقوا فيها حتى واحد ما كيجاوب وبزاف تاع الناس اللي كيعرفوه يعني ولاد حومته قالوا انه شحال من نهار ما بقاش بالينا هاد سهيل يعني توارى الانظار. هنايا شي ناس كيعرفوا الاصل ديالو منين يعني كيعرفوا الفيلاج اللي كاين حاضر منه وبالاستعانه بالدرك الملكي تاع هذيك المنطقه ديال الدوار تاع الاقارب تاع سهيل مشاو تمايا كيلقاو والديه وكيلقاو خوتو وخواتاتو ولكن هو المعلم امر ما كيلقاوش.
قال والدي بان هذاك السيده قهرنا والسيده خرجني في عودنا، ما باغي لا يخدم لا والو. انا كنجري عليه، هذا بواه كيهضر، انا كنجري عليه باغي غير يبعد مني. الا بقى معايا هنا في الدوار كيشفر لي فلوس، يشفر لي الدجاج، يشفر لي الغلام، يمشي يبيع، كيدير لي مشاكل وصداع. اللهم سيدي بقى في المدينه في ديك الدار يبعد مني، دار شي مشكله من راسو. اسيدي انا بعيد على الصداع هذا والغوات هذا كامل. حيتاش قالوا لي ودي راه ولدك راه مشابه فيه في انه يكون صفار واحد وداليه مبلغ ديال 40 مليون، ولكن هو قال لي ما انا سيدي انا بريء منه، اذا دار شي حاجه يتحمل مسؤوليته. هنا البوليس بامر من النيابه العامه دخلوا لهذيك الدار. دابا قالوا ما بعيش بزاف، هاد الدار هذه تقدر تكون ربما مسرح ديال الجريمه، حنا تقتل سعيد. هنا باذن من النيابه العامه دخلوا للدار، كيطلعوا فعلا النيل كما توقعوا البوليس. اولا بعدا شنو كيلقاو؟ كيلقاو واحد المطرقه، واحد المطرقه محطوطه غير تمايا في الصالون فوق واحد بحال قلت شي ميده ولا شي حاجه، ميده غير صغيره ماشي ميده كبيره، محطوطه تمايا. هاد المطرقه هادي كانت عريضه وقاصحه والراس ديالها غليظ، وفي الراس ديالها كاين اثر تاع الدم والدم كرم. هني هزوا هاد المطرقه، يعني هادي بمثابه اداه الجريمه، ولكن هاد الدم هذا او هاد اللون الاحمر ديال من واش دم بشري واش لون اخر كيشبه الدم مثلا، خاصه نقارنوه. صيفطوا الخبره ومن بعد غيتضح بانه نفس الدم ديال الضحيه. هنا بان بالدليل وبالبرهان ان السيد تقتل هنايا، هنا كانت مسرح الجريمه والبصمات. بلا ما نقول لكم بانها البصمات ديال سهيل اللي في اداه الجريمه. صافي عينو الدار قلبوها مزيان، ما كيلقاو حتى شي حاجه، الدار خاوي على الاخره، فيها غير شي واحد الصالون يلاه ما عامرش كامل، شي حاجه بسيطه وبيت نعاس لي واحد الناموسي عادي، واحد التلفازه ماشي شي حاجه باينه. شي واحد كان ساكن غير زوفري، هو داك سهير كان غير زوفري، ما مزوج ما والو، وعايش الحياه ديالو بالطول والعرض. ولكن دابا خاصنا نعرفوا هاد سهير فين مشى. دابا تعرف بانه هو اخر واحد خرج مع السيد من لابونك، مزيان، وهو اللي قتلو، لان اداة الجريمه لقيناه عنده في الدار. باش عرفنا اداة الجريمه؟ لان في الراس ديالها الدم البشري اللي كيرجع للضحيه اللي هو سعيد. مزيان، هنا داروا لي واحد المذكره بحث. هاد المذكره بحث تعمات على الصعيد الوطني، جدارميه، بوليس، كل شيء في مبان في مطاح غادي يتشل. هل هاد الجريمه او هاد القتل ديال هاد سعيد بالطريقه البشعه غدوز عليه تقريبا واحد 3 شهور اونس، بالضبط 3 شهور اونس بحال ما هكاك. هاد سهيل هذا فين غادي يتشد؟ غادي يتشد وهو في واحد البار، في واحد البار في واحد المدينه اخرى من غير هاد المدينه اللي تمت فيها الجريمه. وكيفاش غادي يتشد؟ غادي ينوض صداع مع واحد السرباي في واحد البار، وغادي يضربو، غادي يهز قرعه داك سهيل كان سكران كان فوت، وغادي يضرب هذاك السرباي وغادي يطيحو تمايا. غادي يحاول انه يهرب، الساعة الفيدورة غادي يشدوه يلقاو ليه القبض وغادي يعيطو على البوليس. هنايا البوليس جاو داوه، يعني السيد كان سكران هو ضرب السيد عادي، ولكن ملي غادي نقطوه يديرو ليه عملية تنقيط، يعني غيديرو ليه تحقيق الهوية عن طريق البطاقة الوطنية ديالو، غيطلع مبحوث عليه هو سهيل. خلاو ليه حتى سحق مع راسو وطار منو هداك الشراب وديك الدوخة ديالو، وقالوا ليه عليك كنقلبوا وانت مبحوث عليك اصلا في الجريمه تاع القتل اللي وقعت في البلاصه الفلانيه. سلموه للشرطه القضائيه. الشرطه القضائيه ملي تسلمات هاد سهيل هذا صافي بقى كيدور في عينيه واعترف بالجريمه ديالو، لانه صافي قالوا ليه بدي انت المشابه في رقم واحد، انت اخر واحد كنتي معاه في لابونك، وعندنا تسجيلات تاع الفيديو كتاكد هادشي هذا، وكان هاز معاه 40 مليون، ومن ثم غبر ليه الاثر مشى للمحل لدارو. ايوا اش نزيدو كثر، مشينا للدار ديالك لقينا فيها أداة الجريمة، ما تبقى في البصمات ديالك وفيها الدم في الراس ديالها هو نفس الدم ديال الضحية. إيوا شنو؟ وهربتي اللي حتى تشديتي بهاد الطريقة؟ إيوا قول. هنا اعترف الجريمة ديالو، مشاو مع البوليس اللي حتى دخلوا لواحد واحد البيت كان كاريه، هاد مسخوط الوالدين كان هاديك الفلوس غادي يخسرها غير في الشرابات، الشرابات والدوران وهنا وهنا وهنا، كان كاري واحد البيت وخزن فيه الفلوس. المهم هذيك الفلوس لقاو البوليس ضرب اكثر من نص فيها غير الشرابات، وخسران على البنات وهنا 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 وهنا، يعني كيخسر فيه فابور. وهزوا هذوك الباقيه تاع الفلوس جابوها، وتعرف كيما قلنا بقى كيدور في عيني في الاول، وتعرف قال لي فعلا نيت هذاك السيد كان صاحبي وكنت كريه معاه في المحل التجاري ديالو، كان معاشر معايا هو الصراحه.
كان كيدبر عليا ويعاونني وشاف لي خدمة شحال من مرة، ولكن أنا ما كنريحش. وبما أنني الصديق الوحيد ديالو عرفت بأنه باغي يشري واحد الدار بمبلغ ديال 40 مليون. صافي ملي كان باغي يجيب هداك المبلغ ديال 40 مليون، أنا قلت تماي خاصني نضرب الضربة ديالي، خاصني ندي ليه الفلوس بأي طريقة، خاصني ندي ليه الفلوس، خاصة وأنني عرفت منه بأنه تا واحد ما قال لي بأنه راه أنا جاي معاه لابونك أو شي واحد غادي يعرفني أو شي حاجة، يعني القضية مستورة 100%. مزيان، مشيت مع لابونك نيت لي حتى خرج الفلوس. خدينا طاكسي صغير وجايين، هو على أساس أنه راجع المحل، قال لي غادي تمشي معايا المحل نفطرو ونبقاو مجمعين حتى العشية، عاد غادي نمشي للدار ندي معايا الفلوس. أنا قلت ليه والو، غاتمشي معايا للدار والو، الوالد ديالي راجع من الدوار وراه باغي يشوفك، وانت كتعرفو راجل كبير وكذا كذا، لان هاد الضحيه هذا كان كيعرف الوالدين ديال هاد سهيل هذا، وماشي مع الدوار شحال مره، قال الوالد ديالي راه جا وراه مريح غير بوحدو وبغى يشوفك. وقلت ليه ودي راه بواس فلان مات وبقى فيه الحال، وقال لي خاصني نعزيه، يلا معايا الله يرحم الوالدين، شرب معايا غير شي بره تاعتي، انت ديما كدينا وكذا كذا، يلا معايا انت. المهم الضحيه حشم ومشى معاه. هي هذيك فاش طلعوا للدار هادو الاعترافات تاع داك الغدار تاع سهيل. طلعوا للدار كيعيط الوالد الوالد على اساس انه كاين ورا ما كاين حتى شي واحد. قال تفضل تفضل اسي سعيد، ريح في الصالون، هذاك اللي قلنا غير صالون صغير، ريح وبقى حاضر راسو. قال لي واقي الوالد في الحمام كيتوضا، انا نمشي نشوف دابا يخرج عين. مشى هو دخل لواحد البيت وجبد واحد المطرقه وجا كيتسلل كيتسحب من اللور ويغفل لي سي سعيد ويعطيه طف طف طف، طيحو تم مورا ما طيحو، حيد لي هاديك 40 مليون وحط المطقة غير تما، حطها فوق واحد الطابلة صغيرة بقات محطوطة اللي حتى جاو البوليس ولقاوها. هنا خاصو يتخلص من هاد الجثة هادي، اشنو دار؟ مشى كرا واحد الطوموبيل، مشى هادي الساعة مشى واحد لوكاسيو تاع طوموبيلات، كرا واحد الطوموبيل يومين ما فاتهمش، جابها وخلا اللي حتى طاح الظلمة، طاح الليل ديال بصح، هبط الجثة دارت من واحد ليزار كبير وحبطها حتى الليل، راه فايت الجوج على الليل، دارها في ديك المالا تاع ديك الطوموبيل اللي كاريها، ومشى بها مشى بها مشى بها مشى بها حتى خرجت على المدينة ورماها تما ورجع ليزار. صافي جا اليوم الموالي غسل الطوموبيل مزيان وداها لوكاسيو خلصهم ورجع بحالاتو. اليوم موالي عاوتاني سافر جمع حويجاتو نظف الدنيا تم، ولكن هو نسى أو الناس هذيك المنطقة بقات غير محطوطة، قال هو أصلا تا واحد ما غادي يعرف بأن الجريمة وقعت هنايا ولا شي حاجة، قاضي راه مستورة هو مأمن راسو بتاتا. مشى لهذيك المدينة وكرا هذاك البيت وبقى على السهر والليالي وصافي، اللي حتى شدوه البوليس في هذيك الطريقة. ايوا هنا شنو نقولوا في هذه القضيه؟ نشوف دابا هاد سعيد هذا كان تايق في واحد خونا ما كيستاهلش الثقه في الصراحه، وبنادم كامل في الصراحه ما خاصش بنادم يدير فيه الثقه، خاص بنادم يحتاط ويعرف لمن يقول الاسرار ديالو. شوف هذا الغدار هذا، شوف كيفاش جازا صاحبو هذا، كان كيمشي معاه بالامان وعطيه نيتو وكذا، وفي نهايه المطاف صفاها عليه على ود مبلغ ديال 40 مليون. في نهاية الأمر تقدم العدالة وتحكم عليه بالمؤبد ناظر الأعمال الإجرامية اللي قام بها. هنا كتالي الحلقة ديال اليوم، كنتمنى أنها تنال الرضا ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين على حسن الإصغاء والمتابعة، ودمتم أوفياء القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.